السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد عن الـ Counting Rules أو قواعد العد. الرموز الثلاثة دول من أهم الرموز في الإحصاء، فاكتوريال N أو الواحد، وبعدين Permute N to R and choose R from N. Okay, and the previous one Permute R from N. هنعرف المعاني كل هذه مع بعضينا دلوقتي. فاكتوريال ان هو عدد المرات اللي انا برتب فيهم ان من العناصر، تمام؟ يعني اللي كان في الاول ممكن يكون في الثاني او الثالث او لغايه ان، وبالتالي فاكتوريال ان هو عباره عن حاصل ضرب ان في ان ناقص واحد في ان ناقص اثنين الى لما اوصل لغايه الواحد. على سبيل المثال فاكتوريال 5 اسوي 5 تايمز 4 تايمز 3 تايمز 2 تايمز 1، وبالتالي الناتج بتاع الفاكتوريال 5 هو 120. معناه ايه؟ معناه ان انا لو عندي خمس اشخاص وهحطهم كده في صف واعيد ترتيبهم، فعندي 120 شكل هيكونوا مرتبين به هذه الخمس اشياء. او لو عندي خمس الوان، اسود واحمر وازرق مثلا وأخضر، خلينا ناخد لون مختلف عن الدولة. يعني بينك، اتس اوكي بينك. يبقى أنا لو عايز أعيد ترتيبهم بحيث إن الأسود ما يكونش الأول، يكون الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، وبالتالي عنده هو عنده خمس فرص إنه يكون بالأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. أما اللون الأحمر فهو الثاني أوريدي، فهو هيكون عنده أربع فرص، تمام؟ انه يتغير لاربع اماكن اخرى، الاول او الثالث او الرابع او الخامس. اما الازرق فيكون عنده قدامه ثلاث فرص بس، لانه اوريدي في المرحله الثالثه، فيكون يا اما عنده ايوه ال وهكذا. لما اعيد ترتيبهم هيكون عندي 120 طريقه عشان احط الالوان دي بترتيبات مختلفه، او 120 ترتيب مختلف. تعال نشوف ال NPR أو اللي هو بيسموه permute، تمام؟ إزاي أنا بعمل permute؟ ليه؟ أنا عندي n من العناصر بس هختار منها r في نفس التوقيت، يعني أنا هاخد نفس المجموعة في نفس التوقيت، فهنا الترتيب مهم. الترتيب إيه؟ مهم. يعني أنا لو أنا هختار ثلاث ألوان من الخمس ألوان دول، بما أن الأحمر يجي بعد الأسود والازرق يجي بعديهم، فلازم يكونوا مرتبين بهذا، ايوه بهذا الشيء، تمام؟ فهنا ال NPR مهم، الترتيب هنا مهم لما انا اختار الثلاثه، ايوه زي ما انا قلت. كم طريقه اقدر اختار بها الثلاثه بحيث اني اظل ترتيب الالوان بنفس الكيفيه؟ كاني تخيل كده عندي خمس الوان وانا بعمل علم، والعلم ده فيه ثلاث قطع لازم يتحطوا بس ثلاث الوان بس، عندي كام علم ممكن اعمله اللي هو نفس the number of ways to select او to choose r items from n items. يعني تختار عدد r من ال n، فاكيد ال r اصغر من ال n، لان لو ال r ساوت ال n يبقى القيمه بواحد، ما عنديش غير خيار واحد. لكن مهم جدا ان اعرف الفرق بين NPR و NCR. ال NCR مش مهم الترتيب، يعني بمعنى ايه مش مهم الترتيب؟ معنى ان لو انا اخذت الاسود والاحمر والازرق زي ما اكون اخذت الازرق والاحمر والاسود، او الاحمر والاسود والازرق. ليه؟ لانهم هيكونوا نفس الكيفيه، زي ما بختار مثلا كوميتي مجموعه من الخمس طلاب، هختار منهم ثلاثه
في كوميتي معينة، فالكوميتي مش هتفرق أحمد وعلي وحسن زي حسن وعلي وأحمد، أو علي وأحمد وحسن، لأن نفس الكوميتي هما 3 أشخاص يمثل الكوميتي. ده بيكون الترتيب مش مهم في الـ NCR، لكن الترتيب مهم في الـ NPR. مين الأكبر فيهم؟ هنشوف. لو أنا عايز أختار 3 ألوان من الـ5 ألوان دول، بس أحافظ على ترتيب الألوان مع بعض، فهنا هعمل ايه؟ ايوه، ان بي ار عندي في الاله الحاسبه، هنشوف نعملها بالاله الحاسبه ازاي. انما هو في قانون يحسب الكلام ده، اللي هو فاكتوريال ان بي ار فاكتوريال ان على فاكتوريال ان ماينس ار، تمام كده. اما الان سي ار فهي فاكتوريال ان على فاكتوريال ان ماينس ار، وفي المقام برضه فاكتوريال ار. فالشيء المنطقي ان انا لما احسب ان بي ار باستخدام الكاسيو اف اكس 991 اي اس بلس، او احسب الثانيه، فهنا هيكونوا القيم اللي عندي كام. يلا كده نحسبها مع بعض. ايوه، بدوس الرقم 3 وبعدين ادوس على الشيفت والعلامه اللي فيها بي، وبعدين اضغط 5 وادوس يساوي، هيكون الناتج عندي كام؟ انا كتبت بالغلط هنا 3، اختار 5 من الثلاثة، وده الخطأ اللي انا ارتكبته. لازم زي ما انا قلت، ايوه، الـ R لازم تكون اصغر من الـ B، تمام كده. يبقى الناتج هيكون عندي ايه؟ 60. ليه؟ لان انا لقيته اداني math error. math error ليه؟ لان انا دخلت الـ R قبل الـ B، قبل الـ N، فالـ R هي اصغر من الـ N، فيديني math error، لان لا يمكن حساب الـ NPR ما لم تكن الـ R اصغر من إيه؟ من الـ N. كويس، لما أخطأ بتعلم. طيب لو أنا رحت عايز أختار 3 ألوان، بس ما يهمنيش الترتيب، زي ما قلت ما يهمنيش الترتيب، معنى خدت أحمر وأزرق وأسود، زي الأزرق وأسود وأحمر، نفس الشيء زي ما اختار، زي ما قلت لكم كوميتي أو لجنة أو مجموعة فيها 3، ما يهمنيش إن الـ3 دول هيكون ترتيب بترتيب شيء معين. فهنا تيجي اختيار R عنصر من N عنصر هي NCR، برضو باستخدام الآلة الحاسبة بتاعتي، بس لازم أعرف NCR هي number of ways، نفسها نفس الـ NPR، بس هنا الترتيب عندي أيوة مش مهم. So the number of ways to choose R items without considering the order، تمام. أنا الأوردر هنا ما تفرقش معايا شيء. طب ده كلام كويس. هنا هحسب نفس الكلام ده 5 سي ار، وأشوف ال 5 سي ار دي هتطلع بكام. نفس الكلام، هضغط 5 وأضغط شيفت والعلامة اللي فيها ال ان سي ار، وبعدين أضيف الثلاثة، وبعدين press equal. أيوة، الناتج كام عندي؟ 10. يبقى أنا لو كان الترتيب بيهمني هيكون عدد التبديلات أو البرميتيشن أكبر من عدد التشويس. ده كلام، ده مهم جدا. الخطأ اللي أنا أخطأته وأنا بحسب بالآلة الحاسبة، لا يمكن أكتب الـ R في الأول وبعدين الـ N، هديني math error. ايوه، هديني math error، فانا انتبه على حكايه الماث ايرور دي عشان ما تكررش مره تانية. طيب ده كلام كويس كده. انا ممكن اروح لايه؟ ل الاله الحاسبه. خلينا دي الآلة الحاسبة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها، كاسيو اف اكس 570 اي اس بلس او اف اكس 991 اي اس بلس، زي ما قلنا فاكتوريال. ايوه، بدوس الفايف وبعدين ادوس العلامة بتاعت الفاكتوريال. يلا مرة تاني نشوفها عشان اللي ما انتبهش ينتبه.
ايوه دي اون، دوست الفايف وبعدين شيفت وعندي اكس ماينس 1 الاقي الفاكتوريال اديني 120. نيجي هنا لأيوة للسبعة برميوت 2، يعني هختار اثنين من السبعة، بس الترتيب هنا مهم بالنسبة لي. بدوس السبعة تمام، وبعدين أيوة شيفت أيوة، أدي السبعة هي في الأول وبعدين شيفت وعلامة الـ NPR عند علامة الضرب تمام، وبعدين اثنين ايوه وادوس يساوي تديني 42. كده عرفت اجيب الفاكتوريال. تعال نشوف المساله دي. How many 3 digit number can be formed from the digit 2 3 4 5 and 6 without repetition؟ يعني بدون ايه؟ تكرار. بدون تكرار هنا يعني الترتيب مهم. الترتيب هنا ايه؟ مهم. ايوه عشان كده انا رحت فين؟ ايوه رحت على ال NPR. سوري رحت على ال NPR، يبقى انا عايز عندي الاعداد 2 3 4 5، عايز اكون منهم والستة، عايز اكون منهم ايوه عدد بحيث ان ما يكونش فيه تكرار، يعني الترتيب مهم. كلام جميل. يبقى 3 out of 5، بس مش هستخدم التشويس لان الترتيب مهم عندي هنا. ايوه فبدوس 5 وادوس شيفت وعند الاكس علامة الضرب واضيف 3 وبعدين يساوي هتديني ايوه هتديني 60 تمام. تعالى بقى على الكومباينيشن. كومباينيشن معناها ان انا هعمل ترتيبه كده، بس الترتيب هنا ما يعنيني في شيء. فانا لو عايز احسب 5C3 ايوه بدوس على 5 وبعدين علامه ال N choose R عند علامه القسمه ايوه، فهيكون الناتج عندي كام؟ 10. هنشوف المساله دي. عندي basketball team consists of 12 players. Find the number of combination of 5 players can be formed. يعني أنا هاخد خمسات 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 من ال 12 اللي عندي تمام؟ فلما يكون الخمسة في فريق مش هتفرق مين في الأول ومين في الثاني، فالترتيب هنا مش مهم بالنسبة لي، فأنا ممكن أستخدم اللي هو التشويس. لكن لو كان الترتيب مهم كان كنت لازم أختار البرميوتيشن. فهنا 5 out of 12 so the choice، يبقى ايوه تمام كده بدوس ال12 لازم الاول الكبير وبعدين التشويس عند علامة القسمة تمام كده. كده انا عرفت احسب الثلاث اشياء باستخدام الآلة الحاسبة، فما فيش داعي ان انا ايه ايوه